الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. نتوفق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى جزاه الله خيرا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثالث من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الأول لعام 20 و2000. وقد بلغنا الباب، بحمد الله، الباب الثالث بعد 60، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 63، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تغدروا. نعم. قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الله أكبر. نعم، استمر اقرأ الحديث. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. بارك الله. نعم. قال الشارح: قال الشارح حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن نقض العهود فيه نقص في التوحيد، لأنه يدل على عدم احترام عهد الله، ومن لم يحترم عهد الله فإن هذا يدل على نقص توحيده، ومن وفى بعهد الله وعظم عهد الله فهذا يدل على كمال توحيده، وهذا وجه المناسبة. نعم، أظن واضح. يعني الذي يعظم عهد الله عز وجل ويلتزم ما عهد عليه فهذا من كمال توحيده، ومن نقض العهود التي عهد بها بالله عز وجل نقص توحيده. فالواجب احترام العهد الذي يعاهده الإنسان بالله تبارك وتعالى، إما لله عز وجل أو لعباد الله، فيلتزمه ولا ينقضه. نعم. وقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة معناها العهد، وما جاء يعني من النهي عن نقض العهود من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء من الوعيد في ذلك. نعم، في ذلك يعني في نقض العهد. نعم. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود،
والوفاء ضد الغدر والخيانة. قوله تعالى بعهد الله المراد به الميثاق الذي يعقد بين الناس، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، مما يدل على تعظيم العهد، لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فهذا دليل على تعظيمه، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله، فالإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف، فهي تدل على عظم العهد ووجوب احترامه. قوله تعالى هنا يقول الإضافة إضافة تشريف، أوفوا بعهد الله. تعرف إضافة تشريف؟ الإضافات أنواع، ممكن تضاف صفة إلى موصوف، كما يقال حياة الله، سمع الله، بصر الله، فالحياة والسمع والبصر مضافة إلى الله لأنه متصف بها، فتسمى هذه إضافة إيش؟ صفة إلى موصوف. وفي إضافة تضاف عين إلى عين، إما للملك كما يقال مثلا بيت فلان لأنه يملكه، مثلا سيارة فلان، وممكن أن يضاف الشيء لله عز وجل من الأعيان تكريما له، مثل بيت الله، ناقة الله، قال منه هذا عهد الله، عهد الله، فأضيف الله عز وجل إضافة إيش؟ تشريف. ممكن تضاف الشيء العين إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما يقال أرض الله وسماء الله، أرض الله وسماء الله، فأضيفة الله لأن الله هو جل وعلا الذي خلقها. فهنا الشيخ يقول العهد لما أضيف الله عز وجل إضافة تشريف، يعني مثل كما وقع المسجد بيت الله، وقيل عن ناقة صالح عليه السلام إيش؟ ناقة الله، إضافة الله من باب إضافة التشريف. نعم. قلنا طبعا إذا أضيف العهد إلى الله تشريفا للعهد يدل على علو شأنه، فالواجب الوفاء به، وأن نقضه يضعف التوحيد. نعم. قوله تعالى إذا عاهدتم، أي عاهدتم طرفا آخر من الناس، وهذا يشمل الذي بين الله وبين خلقه، والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار، ويشمل العهد الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية، ويشمل العهد الذي بين أفراد الناس بعضهم مع بعض. طيب، في عهد بين الخالق جل وعلا بين عباده؟ نعم، أخذ عليهم العهد، ماذا قال لهم؟ ألست بربكم؟ وهذا هو عهد الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن وفى بهذا العهد فالله عز وجل أوجب على نفسه أن يدخله الجنة ولا يعذبه. والحديث مشهور، أتدري ما حق الله على العباد وهو حق عبادي على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقه العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فالعهد الذي أخذه الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. هذا العهد الذي أخذ الله على عباده. وفي عهود بين المسلمين وبين الكفار، يعني الكفار طرف بهذا العهد، كما لو عاهدناهم ألا نقاتلهم ولا يقاتلونا، أو أن نوقف الحرب، فهذه عهود، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما هو المشهور في صلح الحديبية ببنود وشروط يتفق عليها. وفي عهد بين ولي أمر المسلمين وأئمة الكفر، وفي عهد بين ولي أمر المسلمين وبين رعيته المسلمين، هذه كلها عهود يجب على المسلم أن يمتثلها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. قال فهذه العهود العامة والخاصة يجب الوفاء بها، لأن نقض العهود من علامات المنافقين. قال سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ما أدري كأن الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أما حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خاصة منهم كان في خاصة من النفاق حتى يدعها، اللي هي قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب، فنقض العهود من يعني كأن هنا أدخل حديث في حديث، والله أعلم. نعم. قال: فنقض العهود من صفات المنافقين، والوفاء بالعهود من صفات المؤمنين. ثم نهى سبحانه وتعالى عن نقض العهود فقال: ولا تنقضوا الأيمان، يعني العهود، لأن العهد يسمى يمينا. سمى يمينا، وأحيانا يعني يلحق به يمين: وعاهد الله، والذي نفس بيده، وعاهد الله على كذا وكذا، أو والذي نفس بيده وعاهدكم على كذا وكذا. ولأن فيه معنى اليمين، لأن اليمين إيش معنى؟ هو الإلزام. لماذا الإنسان يقسم على نفسه لا يفعلن كذا أو لن يفعل كذا؟ ها، يعقد اليمين لماذا؟ حتى يؤكد إصرار على أنه سيفعل كذا، أو على إصرار على أنه لن يفعل كذا. فالمعنى موجود. نعم. قوله تعالى: بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وعقدها، لأنها إذا عقدت وأبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين، حتى ولو كانت مع كفار. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أي أعلن لهم أنك تريد إنهاء العقد الذي بينك وبينهم، حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة، ولا تفاجئهم بنقض العهد بدون سابقة إنذار، لقوله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. هذا مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ الله أكبر. نعم. وقوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الواو واو الحال، أي والحال أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم. حسبك. يكون جل وعلا: ولا تنقضوا الأيمان، يعني العهود، ولأن غالبا ما يكون مع العهد يمين فلا يجوز نقضه. وقوله جل وعلا: بعد توكيدها، أيما أبلغ أن يقال توكيد ولا تأكيد؟ كيف عرفت؟ لأن ربنا جل وعلا ماذا؟ ها، قال توكيدها، صح؟ فلما اختار الله عز وجل فقال بعد توكيدها، علمنا بأن قوله بعد توكيدها أبلغ من قول القائل بعد تأكيدها. واضح؟ والمعنى واحد، لكن التوكيد آكد، التوكيد آكد. فقال جل وعلا بعد توكيدها. يقول أن من عاهد حتى الكفار وجب عليه أن يلتزم العهد، أن يلتزم ما أبرم عليه العهد، ويجب عليه الوفاء. حتى أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه إذا شعر أو خاف من قوم خيانة وبينه وبينهم عهد، ماذا قال جل وعلا؟ قال: فانبذ إليهم، ارمي عليهم، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. بما أنه شعر أنهم سيخونون، لماذا لم يبادرهم؟ قال جل وعلا: إن الله لا يحب الخائنين. لا يحب الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأتباعه من المسلمين أن يخونوا. حتى هذا الكافر اللي بينك وبين عهد وبدأ يخون وشعرت بداية خيانة، أعلنه، أعلن له بأن العهد الذي بيني وبينك قد انتهى، إما انتهت مدته، أو لأنك مثلا نقضت بعض شروطه، فتعلنهم قبل أن تقاتلهم. لما لا تفاجئهم بالقتال؟ قال: إن الله لا يحب الخائنين، أنت عاهدتهم وكدت العهد، فكيف تخون قبل أن تخبرهم بأن العهد اللي بيني وبينكم قد انتهى؟ فيقول الشيخ حفظه الله الفوزان أو صالح الفوزان، يقول: هذا مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ الله أكبر. نعم. وقوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم. المناسبة يعني التعامل مع الكفار يجب أن يكون بالصدق ولو كانوا كفارا، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. والمسلم
ما يكذب ولا يخون ولا يغدر حتى بالكفار. أقول بالمناسبة اليوم أتتني رسالة أن بعض المسلمين ممن يقيم في بعض الدول الأوروبية، قال أظن في النرويج، عندهم في قانونهم الكفار أن المرأة إذا طلقت من زوجها الحق لها أن تقدم طلب الحكومة ويصرف لها بيت. فماذا يفعل بعض المسلمين؟ يتظاهرون بالطلاق، يجيبون أوراق أن إيش قد تم بينهم الطلاق حتى تقدم لأخذ بيت من الحكومة، الحكومة النرويجية الكافرة الصليبية. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ أولا، الكذب حلال ولا حرام؟ حرام. التزوير حلال ولا حرام؟ حرام. الخيانة حلال ولا حرام؟ حرام. أنا أتعجب أصلا سؤال مثل هذا، يعني كأن يقول قال أسرق يجوز أو لا يجوز؟ أو أفعل مثلا عقود الربا يجوز أو لا يجوز؟ أو يريد أن يزني يجوز أو لا يجوز؟ هذه خيانة، هذا كذب، هذا تزوير، لكنهم كفار. طيب وإذا كانوا كفار، من أجاز لك أن تكذب عليهم؟ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحرب على الكفار، أنت لست الآن في حرب معهم. ثم من ناحية أخرى، من ناحية فقهية، إذا كتب طلاقه على زوجته كما يقول بالأوراق هكذا أمام الكفار، يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع الطلاق. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سمعت له قديما جدا، أن شابا طلب للتجنيد إجباري في بلد عربية، وعندهم في القانون إذا كانت أمه مطلقة من أبيه فإنه يعفى من التجنيد. يعني إذا الزواج مستمر فالولد وقد بلغ العمر السن القانوني يلتحق بالجندية، يلتحق إذا أثبت لهم بأن لا، الأم مطلقة من زوجها، فيكون هو عائل لأمه فيعفى من التجنيد. فإذا طلقها بالأوراق، السؤال أكل الشيخ مباس، طلق بالأوراق حتى يعفى الولد من التجنيد، حتى يعفى الابن من التجنيد، فقال الشيخ يقع الطلاق. يروح يوقع أنها فلانة طالق، يقع الطلاق. فالجواب لهؤلاء أهل النرويج وغيرهم، إذا قدم أوراق كتب عليها أنه مطلق لزوجته كما يقول حتى يأخذ بيتا، فهذا الطلاق واقع. طيب لو طلقها وراجعها من غير أن تعلم الحكومة، هذه خيانة، هذا كذب، هذا تزوير، لأن البيت صرف لمن؟ للمطلقات. عاد في آخر السؤال ماذا قال؟ قال مع العلم أن أكثر الذين فعلوا هذا الفعل آل الأمر أن يعني افترق بالطلاق حقا، لأن تعطى بيت، صار عندها بيت، وهذا يأتي يدخل عليها يعني أنه يعني مثل ما تقول صديق أو كذا، أو من غير علم الحكومة هو زوجها يعني. فأي مشكلة؟ قالت أصلا البيت بيتي وهالأوراق الرسمية تشهد برا. فسبحان الله، يعني هذه شؤم المعاصي. فالخلاصة أن إذا أوقع الطلاق بالأوراق الرسمية أو حتى بأوراق غير رسمية، لو مزق هكذا ورقة من كشكول وكتب عليها أن زوجته طالق، يقع الطلاق. ترى أخوان، الزواج كلمة والطلاق كلمة. كيف صارت زوجتك زوجة لك؟ كيف؟ ها، قلت لوالدها زوجني ابنتك فلانة، قال زوجتك، قلت قبلت، تم الزواج، صح؟ كذلك الطلاق لفظة، كلمة واحدة. أرجو أن يكون الجواب واضحا. لا يجوز التلاعب بالأوراق ولو مع الكفار، فيزعم أنه طلق زوجته أنه لم يطلقها، ولو فعل ذاك وقع الطلاق. وربنا جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة، شوف كفار بينه وبين عهد، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نعم. قال: وقوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الواو واو الحال، أي والحال أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم الله كفيلا عليكم. طيب، الواو واو الحال، سمعت ما معنى واو الحال؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني والحال أنكم، الحال أنتم فيها لما تعاهدتم، قد جعلتم الله عليكم إيش؟ كفيلا، حال كونكم جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم. قال: والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن نقض العهد،
لأنهم إنما وثقوا بكم وثقتم بهم باسم الله سبحانه وتعالى، فصار الله سبحانه وتعالى كفيلا وحسيبا ورقيبا على الجميع. ومن كان الله حسيبه ورقيبه ومحاسبه فإنه لن يفوت على الله جل وعلا، ولا يخفى ما في قلبه وفي نيته من النيات الباطلة والغدر، فالله يعلم ما في القلوب، فكيف إذا ظهر ووقع؟ إن الله يعلم ما تفعلون. هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء، فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد يجهل ولا يعلم بما يحصل من المكفول، ولكن الله جل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه وأعمال عباده، فهو يعلم أفعالكم ونياتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما ترمون إليه، فاحذروا من الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. فهذه الآية فيها شاهد واضح للترجمة، وهي النهي عن خفر العهد ونقض العهد من غير مسوغ ومن غير سبب يقتضي ذلك. واضح، نعم. حتى لو مع الكفار، حتى مع الكفار، بالآية نزلت إيش في العهد مع الكفار إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم منهم خيانة، أمر أن ينبذ إليهم ويخبرهم أن العهد قد انتهى الذي بيني وبينكم، إن الله لا يحب الخائنين. نعم. قال: ثم أورد الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره فقال: وعن بريدة، هو بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام وأمره الله بالجهاد. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يكون الجيوش والسرايا لمحاربة المشركين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إلى غير ذلك. والجيش هو العسكر العظيم الكثير، وأما السرية فهي القطعة من الجيش تنطلق من الجيش وترجع إليه. نعم. إذن الجيش أوسع من السرية، السرية جزء من الجيش. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يؤمر على السرايا، وأما الجيوش فكان يقودها عليه الصلاة والسلام بنفسه في الغالب. قال: فقوله إذا أمر أميرا فيه أنه لا بد من نصب الأمير على الجيوش والسرايا لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولى أمرها ويحل مشاكلها ونزاعاتها، لا بد من الإمارة في الجيوش والسرايا، ولا بد من الإمامة العظمى للمسلمين، لأن الفوضى وعدم وجود الولاة فيه مفاسد عظيمة وفيه شر كبير. نعم. قال: وفيه أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يرجع فيه إلى ولي الأمر، هو الذي يؤمر وهو الذي يعزل، لأن ذلك من صلاحياته في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أوصاه بتقوى الله، هذا من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين، وهذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيوصوا أمراءهم ومن تحت أيديهم بتقوى الله. وتقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله. نعم. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية. ما هي الوقاية؟ بامتثال المأمور واجتناب المحظور. نعم. قال: فالتقوى معناها اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه، وذلك إنما يكون بطاعته وترك معصيته خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. نعم. وهي كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها، ولذلك أوصى الله بها في كتابه في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي كثير من الآيات، فهي كلمة جامعة. نعم.
ومن اتقى الله فهو وهي وصية الله عز وجل لعباد من الأول والآخر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكل الأنبياء جاءوا أقوامهم وأمرهم بتقوى الله عز وجل. لأن ذكرنا مرارا أن الأنبياء أن الرسل اتفقوا على أربع مسائل كلهم دعوا أقوامهم إليها. ما هي؟ أولا التوحيد. ما من رسول الله قال لقوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني طاعة الرسول، يأمرهم يقول إيش؟ وأطيعوني اتبعوني. لأن الله جل وعلا لما أمر بعبادته جل وعلا شرع لعباده كيف يعبدوا، وهذا يكون عن طريق الرسول. الأمر الثالث تقوى الله، كل الرسل قال إقوامهم إيش؟ اتقوا الله. الأمر الرابع الاستغفار، كل الرسل أمروا أقوامهم أن يستغفروا. لأن إذا اجتهد العبد مهما اجتهد لأن يتقي الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لابد أن يخطئ يزل ويقصر، فناسب أن يؤمر بالاستغفار. هذه دعوة جميع الرسل، التوحيد وطاعة الرسول وتقوى الله والاستغفار. نعم. قال ومن اتقى الله فهو أشرف الناس. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهه. قوله صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بمن معه من المسلمين ممن تحت يده من السرية أو الجيش خيرا، بأن ينصح لهم ويتولى أمرهم ويدبر شؤونهم وينظر في مصالحهم ويحل مشاكلهم ويرفق بهم. فليست المسألة مسألة إمارة فقط أو نيل مرتبة فقط أو نيل لقب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام للأمير وللجيش وللسرية، يقول للجميع أغزوا. إن الأمير إذا ما يطاع فلما سمي أمير؟ يعني الأمير لأنه يأمر، فإذا أمر يجب أن يطاع ما لم يأمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فطاعته مقيدة. الأمير طاعته مقيدة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فكرر فعل أطيعوا ثم قال وأطيعوا الله، وكرر فقال وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم، فدل على وجوب طاعتهم لكن مقيدة ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يخالف الكتاب والسنة. أما أمير بالاسم بلا طاعة هذا غير معقول. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام للأمير وللجيش وللسرية، يقول للجميع أغزوا. الغزو هو قصد العدو والذهاب إليهم. قوله بسم الله أي مستعينين بالله، وهذا فيه بداءة الأمور المهمة بسم الله، وأن الإنسان إذا بدأ بشيء فإنه يبدأ بسم الله. فإذا شرع في السفر أو شرع في الغزو أو شرع في الأكل أو الشرب أو الدخول في البيت أو المسجد وحتى الدخول في محل قضاء الحاجة، يقول بسم الله قبل الدخول، لأن هذا الاسم يعصمه من الشيطان وتنزل عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة والبركة. كما يذكر اسم الله على الذبائح عند التذكية، بل جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وتبدأ به الرسائل والمؤلفات، وتبدأ به الدروس والنصائح، وتبدأ به سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة، فبسم الله كلمة عظيمة تبدأ بها مهام الأمور. نعم. قوله في سبيل الله يعني أن الغزو لا يكون لطلب الملك أو لطلب المال أو للتسلط على الناس، هذا شأن أهل الجاهلية، وإنما يكون الغزو لمصالح المغزوين وليس للانتقام منهم إذا لم يصروا على الكفر، وإنما هي لمصالحهم لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو في سبيل الله. القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزوين وإلى الغازين أيضا، فالغازون يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة، والمغزوون يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام. الله أكبر. هذا الغزو الشرعي الجهاد في سبيل الله في مصالح عظيمة،
إذا قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن نظر إلى مصالح الجهاد وجدها كثيرة. صحيح أن فيها سفك للدماء، إزهاق الأرواح، أرملة النساء، يتم الأولاد، فيها جروح، فيها خسائر، ولكن لما أمر الشرع الحكيم بالجهاد لأن المصلحة اللي فيه أعظم المفسدة، والشريعة لا تأتي إلا لتحقيق المصالح وتقليل المفاسد، فتأمر بما هو مصلحة تامة وتنهى عما هو مفسدة تامة، وتأمر بما مصلحته أرجح من مفسدته، يعني في مفسدة لكن المصلحة فيه أرجح، وتنهى عما مفسدته أكبر من مصلحته، وإن كان في مصلحة لكن مفسدة أكبر فتنهى. فلذلك اليوم لما يورد بعض الناس الشبه تؤخذ من المستشرقين أعداء الإسلام والمسلمين، يقول لك مثلا ملك اليمين، لماذا الإسلام فيه ملك يمين؟ يجب إعادة النظر. شنو إعادة النظر؟ ربنا جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، الدين تام أتمه الله عز وجل، تعيد النظر في القرآن ولا في السنة؟ كلام باطل. فيقول بعضهم كيف يعني واحد يقتل الزوج ويأخذ الزوجة ويأخذ الصبي هذا يبكي يرى أن أمه قد أخذت، هذا راح يحب الإسلام وقد أخذت أمه وقتل أبوه، إيش رأيكم؟ يعني ماذا يفعل؟ هل الأولى أن تقتل المرأة بعد ويقتل الصبي؟ ها؟ أي مرحم؟ هذا الرجل الزوج كان مقاتلا، قاتل المشركين كافة كما قاتلكم كافة، فقتل الزوج، هل الأرحم أن تسبى النساء الذراري ولا أن يقضى عليهم؟ ها؟ إيش حكم الله؟ حكم الله ما حكم البشر، حكم الله أن تسبى النساء والذراري، هذا حكم الله، والله جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فما يسع المسلم إلا أن يقول إيش سمعت وأطعت، حتى لو لم تدرك الحكمة، عقلك لم يستوعب لضعفه، ما ينبغي لك ولا يجوز لك بحال أن تعترض، بل تقول سمعت وأطعت. الله يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، لحكم الله ليس لبشر أن يعقب على حكم الله عز وجل، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين وله الحكم كله وله يرجع الأمر وهو أرحم الراحمين. ثم مثل ما يذكر الشيخ الآن الشيخ الفوزان إيش يقول؟ أن هذا الغزو رحمة في المغزوين، لأن المراد منه لا أن نتسلط عليهم وأن نأخذ أموالهم وأن نأخذ نسائهم، لكن الأصل في هذا ماذا؟ هو جهاد في سبيل الله حتى يدخلوا في الإسلام. ما مصير من دخل في الإسلام ومات على الإسلام؟ جنات النعيم أبد الآبدين، شوف المصلحة العظمى. بينما لو بقي على كفره ومات في قصره وفي نعيمه ما مصيره؟ إذا مات على الكفر والشرك جهنم وبئس المصير، خالدا مخلدا فيها. إذن هم أيهم أفضل؟ أيهم خير له؟ ها؟ أن يدخل الإسلام ولو بالجهاد ولا أن يموت على الكفر؟ ما في شك يدخل الإسلام وينجو من الكفر، يخرجه الله بفضل الله من الظلمات إلى النور، هذه رحمة به. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يساقون بالسلاسل إلى الجنة. كيف يساقون بالسلاسل إلى الجنة؟ يعني يأخذون ماذا؟ أسرى، كانوا يقاتلون المسلمين دفاعا عن الكفر وقتالا للإسلام والمسلمين، فوقعوا في الأسر فأخذهم قيدوهم بالسلاسل، وإلا بهم بعد ذلك إيش؟ يدخلون في الإسلام فيكون مصيرهم الجنة. الله أكبر، أي شيء أعظم من هذا؟ طيب والنساء تقتل زوجها وتأخذها؟ طيب زوجها كان كافرا وهي كانت كافرة، ولو ماتت على الكفر لخلدت في النار هي وزوجها، لكن قاتل المسلمون اليهود وكان من جملة السبي ها صفية بنت حيي، هذه إيش؟ يهودية على دين اليهود،
وجد هارون عليه السلام، فقتل زوجها وأسرت، أخذت مش ليست أسر، أخذت إيش من الذراري فقسمت. فلما علموا فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تليق إلا بك، امرأة ذات جمال ونسب، جدها أبوها هارون عليه السلام، يعني يعود نسبه إلى هارون عليه السلام، هارون بن عمران. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها أن يرجع إلى أهلها حتى ما يعني من غير فداء، أو أن يعتقها ويتزوجها، فاختارت، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صداقها ماذا؟ عتقها. صارت ماذا؟ بعد ما كانت تحت يهودي ويهودية أصبحت ماذا؟ أم المؤمنين، زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. شيء عظيم هذا، لو أعرضنا عن الكلام هذا كله ما استوعبنا لضعف عقولنا وفقهنا، لكن الله حكم به. ماذا يسعى المسلم؟ أن يقول ماذا؟ سمعت وأطعت، هذا دين الله. كيف الإسلام في رق، وكيف الإسلام في ملك يمين، ثم بعض الشيخ يقول تؤخذ المرأة وتغتصب، كيف يدخل ابنها؟ ما هو اغتصاب هذا والعياذ بالله؟ أما تقرأ القرآن؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ربنا يقول هذا لا لوم على المسلم لو تسرى المملوكة، ربنا يقول، وهذا يشنع الأمر. تغتصب؟ إيش تغتصب؟ ليس باغتصاب هذا. النكاح ملك اليمين مما أباحه الله، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة ملك اليمين فأولئك هم العادون. هذا دين الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ما عنده فقه في الدين هذا محروم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قالوا هذا المنطوق المفهوم منا أن من لم يريد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين، فأخذ يتبع المستشرقين والفلاسفة والليبراليين والعقل والعقل، وهذا تشويه الإسلام. دين الله تشويه الإسلام، والإسلام دين الله عز وجل، هو الذي أنزله جل وعلا وهو الذي شرعه، وهذه رحمة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي وصفه جل وعلا بأنه رحم العالمين هو القائل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا قرآن وهذا قرآن، هذا كلام الله هذا كلام الله. لماذا؟ لأن مجاهدة الكفار فيه رحمة لهم، لو قاتله ربما أسره فأسلم، ربما قتل فكفى شره، لأن لو زاد في الشرك لزاد عذابه، لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم لزاد عذابه. فشوف حتى قتل المشرك على الشرك أرحم منه يبقى على شركه. وبعد الذرية والزوجات والأولاد، هؤلاء يؤخذون في رعاية المسلمين، لهم حقوق عظيمة، لهم حقوق عظيمة، ويعلمون الإسلام ويدخلون الإسلام. فما أعطي الإنسان عطاء أعظم من الهداية التي تؤهله ليش؟ لأن ينال رحمة رب العالمين، يدخل جنات النعيم أبد الآبدين. فما أجمل كلام الشيخ لما قال أن هذا الغزو رحمة بالمغزوين ورحمة بالغازين، هذا واضح، لكن أيضا رحمة بالمغزوين. صلى الله عليه فقهنا بالدين. نعم كمل. وقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله، القصد من الغزو هو قتال الكفار لكفرهم، لأن الله خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر. والمصلحة في العبادة راجعة إليهم، لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أما إذا عبدوا غير الله فقد ضروا أنفسهم. نعم. فالمقصود من الغزو في الإسلام هو إزالة الكفر وإحلال التوحيد محله. الله أكبر. هذا هو المقصود من الغزو، ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد أو أخذ الأموال أو توسيع الملك أو ما أشبه ذلك،
قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وهذا فيه دليل على أن الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفار في ديارهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، وليس المقصود منه كما يقول بعض الكتاب العصريين إن المقصود به الدفاع، إنما المقصود من الجهاد هو إزالة الكفر والشرك من الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة يعني الشرك، بالدليل قال: ويكون الدين كله لله، يعني يبقى الناس يدينون الله عز وجل بدينه سبحانه وتعالى. نعم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالمقصود من الغزو والجهاد في الأصل هو طلب الكفار في بلادهم ونشر الإسلام وإزالة الكفر. نعم. أما قضية الدفاع فمعناه أننا نبقى في ديارنا، فإن جاءونا دافعناهم وإن ما جاءونا تركناهم، وهذا باطل، ولم يأتي الإسلام بهذا، إنما كان هو موجودا في أول الإسلام لما كان المسلمون قلة ولم يكن للمسلمين دولة، فعندما كانوا في مكة كانوا منهيين عن القتال لأن المفسدة فيه أعظم من المصلحة، لكن لما قوي المسلمون ووجدت دولة المسلمين في المدينة أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو وقتال الكفار وغزوهم في ديارهم وفي بلادهم لنشر الإسلام، ونفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام منتشر في معظم جزيرة العرب، وجاء الناس ودخلوا في دين الله أفواجا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكاتب الملوك ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك مقدمة لجهادهم. الله أكبر. قال أفادنا الشيخ بأن الجهاد مشروع في غزو بلاد الكفار، لا طمعا بالأموال والتسلط عليهم وحبا في سفك الدماء، بل لإزالة الكفر والشرك وإدخالهم في الإسلام، فهم خلقوا لعبادة الله، الكل من الإنس والجن مخلوق لأن يعبد الله، فمن ترك عبادة الله عز وجل شرع قتاله حتى يدين لله عز وجل. فإن لم يكن في المسلمين قدرة على الجهاد فلا واجب مع العجز، لكن لا يعني هذا أن نلغي الجهاد ومفهوم الجهاد أنه ما يوجد في الإسلام، موجود في القرآن، يعني إذا ألغينا ألغينا القرآن، لأن بعض الناس ابتلين الآن، بعض الناس ماذا يفعل؟ يستحي من أحكام الله عز وجل. ماذا يقول عنا الغرب؟ ما الغرب ماذا فعل بالدنيا؟ ماذا فعلوا على مستوى جميع القارات؟ قتلوا وسفكوا واستحلوا أموال الناس وبلادهم وأعراضهم، فعلوا فاعل، تاريخهم أسود، ومع ذلك دائما خايف الغرب شو يقول عنا، إيش عنا. حتى قال أحدهم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وحي من الله عز وجل أنه لا يقتل مسلم بكافر، لو أن مسلما قتل كافرا فما يقتص به، لأن ما يتساوى معه في الدين، لا يكافئه. فمن حق الحاكم لو قتل مسلم كافرا أن يعاقب المسلم عقوبة تناسبه، لكن لا يؤخذ به لأنه لا يكافئه. يقول هذا حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أوحى الله به لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول قال به الفقهاء لكن أنا ما أقول به. يا سلام، أين أنت من قول الله عز وجل: والله يحكم ولا معقب لحكمه؟ أليس الله بيحكم الحاكمين؟ قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، هو الذي يشرع العبادة وهو أعلم سبحانه وتعالى، والله يعلم أنتم لا تعلمون. يقول هذا معناه أن احنا وقعنا في الطائفية، يخاف أن يقول عنه إيش؟ طائفي. وهؤلاء اللي خاف منه يقول عنه عنا طائفيين،
هم غرغى في الطائفية على مر التاريخ والعصور، غزوا العالم، قتلوا وسفكوا، يقدر القتل في الحرب العالمية بستة وخمسين مليون، صنعوا أسلحة ما تحمل حتى الجبال، وقنابل ذرية ونووية وصواريخ وغواصات وقتل، ودخلوا في بلاد ضعيفة في أفريقيا وأخذوا الرجال والنساء واستعبدوهم، وإلى اليوم يستعبدون الناس. أشوف هذولي ما فعلهم ما يسود الوجه، وإذا جاءت أحكام الله جل وعلا اللي في كتاب والسنة إيش يقول عنه؟ يقول عنه طائفين. لا أنا رافض الحديث، ترفض الحديث حتى لا يقال عنك طائفي؟ إيش هذا؟ هذا ضلال مبين. فالواجع المسلم أن لا يخجل من أحكام الله عز وجل، بل نقول نعم هذا الحق. يعني معنى كلامكم متى ما تمكنتم غزوتونا، نغزوكم لا طمعا بأموالكم ولا لنتسلط عليكم، حتى نقيمكم على طاعة الله فتعبدوه فتدخل الجنة. إذا هذا مطلب نبيل رحمة بكم، والرسول صلى الله عليه وسلم أرحم عباد الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك جاهد، جاهد ولا ما جاهد؟ صح ولا لا؟ والصحابة جاهدوا وجهزوا الجيوش وغزوا فارس والروم حتى يقام دين الله عز وجل، حتى يعبد الله الذي خلق، والخالق هو حق أن يعبد، بل لا إله إلا هو، لا معبود يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فلا نخجل من أحكام الإسلام، ولا كما يقال أن المسلمين عندهم شيء لا يظهرونه، كل دين الله إذا كان عندهم شيء لا يظهرونه كيف وصل لك إذن؟ كيف وصل لك؟ مطبوع ومكتوب، ولا كيف عرفته؟ ما في شيء أبدا. ولكن هل من المناسب أن تطرح كل مسألة أمام كل إنسان؟ لا، ليس بالمناسب، كما قال علي رضي الله عنه: ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حتى الناس في حديثهم العادي لو أرادوا تكلم بموضوع، في ناس صغار ولا في ناس عزابية ولا في بنات صغار والمراهقين، ما يفتحون كل موضوع، أليس كذلك؟ هذا أدب. لكن ما يفترض من جرائم، من حاجات، من كذا، تقع في القصاص، في الجنايات، كل مفصل موجود. ما حكم من فعل كذا، من ارتكب كذا، من فعل ببهيمة، من اعتدى، ما كله موجود. لو كان كما يقول يخفونه، لو كان يخفونه ما وصل إليك، كيف وصل إليك؟ أليس مذكور في كتب العلم؟ كله مذكور. لكن ليس من المناسب أن تقول لي كل شخص أي موضوع، لا، في ناس ما يهم. حتى من الصحابة رضي الله عنهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح على كل واحد كل شيء. إذا صحابي يقول له ما تقول في صلاتك، يقول والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله به من النار. قال حولها ندندن، يعني مش حافظ ولا دعاء، يقول الله مساك الجنة، قال حولها ندندن، أدعية طويلة نقولها، خلاصة نريد الجنة والنجاة من النار. وآخر لا يحسن قراءة الفاتحة من الصحابي، من الصحابة، يقول أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. هذا تأتي تطرح عليه مسائل، ها يعني في أصلا حتى في علم اسمه علم كفائي، ما يجب على أفراد الأمة، لمن أراد يشتغل في القضاء أو للحكام أو مسائل الحرب والسلم أو مسائل تقسيم الميراث، ما يحتاج الناس هذا. هذا لمن يسند له الأمر، يقسم التركة أو يحكم من الناس أو قاضي أو كذا، يتعلموا. علم الناس ماذا؟ ها، فرائض الأعيان، كيف يتوضون، كيف يصلون، حدود الله، هذا المطلوب. أما تأتي إلى فضائية وتطلع مسائل ما تقع إلا نادرا، وذكرها العلم ولو على سبيل الافتراض، لو حدثت وحتى القاضي يقضي بها، هذا تريد أن نطرحها لجميع الناس؟ ماذا يستفيد منها الناس؟ ما يستفيد منها، بل قد تكون فتنة لبعضهم لعدم استيعابه لها. نعم، الله المستعان، تفضل. قال: وجاء من بعده الخلفاء الراشدون فواصلوا الجهاد الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، ودخلت دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام، منهم من أسلم ومنهم من خضع لبذل الجزية، وصارت الغلبة والظهور لدين الإسلام، كما قال تعالى:
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى وظهر دين الإسلام على الدين كله، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها بجهاد المجاهدين في سبيل الله. وقوله أغزو هذا تكرار منه صلى الله عليه وسلم للتأكيد. نعم. وقوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا يرسم لهم صلى الله عليه وسلم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم، وهي خطة العدل والإنصاف والرفق والحكمة. الله أكبر. قوله ولا تغلوا، الغلول هو أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، فالغنيمة تجمع ثم تقسم حسب ما شرعه الله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فمن أخذ شيئا منها بدون القسمة أو التنفير الذي يمنحه القائد لبعض المجاهدين لمزية فيه، فمن أخذ شيئا بدون وجه شرعي من المغانم فهذا الغلول، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. نعم. ففي يوم القيامة يأتي الغال يحمل ما أخذه في الدنيا، يحمله على ظهره، إن أخذ بعيرا جاء بالبعير على رقبته، وإن أخذ بقرة جاء بها يحملها على رقبته، وإن أخذ مالا جاء به يحمله يوم القيامة فضيحة له في هذا الموقف العظيم. والغال يؤدب بأن يحرق رحله والأثاث الذي معه من باب العقوبة بالمال، ولا يصلي عليه الإمام إذا مات، بل يتركه يصلي عليه الناس من أجل الردع للناس. الله أكبر. وحتى العمال الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة إذا قبلوا الهدايا من الناس فهي غلول، قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. نعم، واضح. ما يجوز أن يأخذ أحد من الغنيمة قبل أن تقسم، وإنما تجمع ويقسمه إلى الأمر بتقسيم الشرعي، وربما إيش ينفل، يعطي زيادة بعض المقاتلين لمزية قام بها مثلا. نعم. قال ولا تغدروا، هذا الشاهد من الحديث للباب، والغدر هو الخيانة في العهد. وقوله ولا تمثلوا، التمثيل معناه تشويه جثث القتلى بقطع آذانهم أو أنوفهم أو أطرافهم، وهذا لا يجوز، لأن جثة الآدمي لها حرمة حتى لو كان كافرا، فلا يجوز التمثيل به. أين أحكام الإسلام بهذا الأدب الذي يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم الجيش والسرية، يوصيهم بتقوى الله عز وجل، ويقول لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، بل نهى أن تقطع شجرة أو أن يقتل شيخ أو امرأة، رأى امرأة قد قتلت فقال ما كان ينبغي أن تقتل هذه وهي من المشركين. وأين ما يفعله الكفار في تاريخهم وفي عصرهم، يدكون مدنا كاملة بما فيها، لا يدعون لا دابة ولا إنسانا ولا حتى المساجد تدك، ومع ذلك يشوف الناس ما يستحون ويدعون الحضارة ويسمون أنفسهم الاستعمار، جئنا نعمركم، وهم جاءوا إيش يسلب الخيرات واستعباد الناس، تاريخهم أسود، ومع ذلك يستحي مسلم من أحكام الله عز وجل. ممن يستحي؟ من هؤلاء الكفار المشركين المعتدين. سبحان الله العظيم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا، الوليد معناه الصغير من الكفار، لأن ليس منه خطر على المسلمين، كما أنها لا تقتل أيضا المرأة من الكفار، لأن النساء لسن من أهل القتال، وإنما الأطفال. إذا وجد امرأة تقاتل مجندة كافرة تقاتل المسلمين تقتل حينئذ، لأنها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيوخ. لكن إذا كان شيخ، يعني كبير السن الشيخ، إذا كان هذا كبير بالسن لكن صاحب رأي يوجه قائد، هذا يقتل لأنه مشارك في الحرب. أما الشيخ فاني ما له علاقة بالحرب، ولا امرأة ما له علاقة بالحرب، ما تقتل، ما يجوز. نعم. قال وإنما الأطفال والنساء يؤخذون أرقاء للمسلمين، وكذلك الشيخ الكبير الهرم لا يقتل،
إلا إذا كان له رأي ومشورة في الحرب، مثل ما قتل دريد بن الصمة سيد هوازن، وكان رجلا كبيرا هرما، لكن قتل في غزوة حنين لأنه كان يعطي الآراء للكفار، لأنه كان سيدا من ساداتهم وشجاعا من شجعانهم، وقد مارس الحروب وساس المعارك فعنده خبرة، وكانوا يرجعون إليه، فقتله المسلمون لأنه يصدر منه ضرر على المسلمين. أما الشيخ الذي ليس له أهمية وكفره قاصر على نفسه فلا يقتل، إنما يقتل الكافر الذي يتعدى ضرره وكفره إلى الناس. وكذلك الرهبان الذين في الصوامع أيضا لا يقتلون، لأنهم مشغولون بما فيه، ولا يصدر منهم أذى للمسلمين وكفرهم قاصر عليهم. نكتب القدر الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك محمد وآله وصحبه أجمعين.